اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وهذه الحلقه الجديده من هنا سوهاج، والتي نتابعها مع حضراتكم من داخل رحاب جامع السوهاج، حيث نتابع فعاليات مؤتمر البيئه الدولي الاول الذي تنظمه الجامعه. فتعالوا معنا وهنا سوهاج. الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة السوهاج، رحب بحضرتك يا دكتور مصطفى معنا هنا. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بقناتنا الجميلة، واسمحوا لي من خلال القناة الجميلة قناة طيبة لؤلؤة الجنوب إن احنا نقول صباح الخيرات لكل السادة المشاهدين، ليس في داخل حدود الوطن الغالي فقط، لكن حتى من خارج حدود الوطن عبر أثير الفضائية المحمولة بموجاتها القصيرة. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا على اللفتة الطيبة والإنسانية دي من حضرتك يا دكتور. مؤتمر البيئة الدولي الأول، دائما جامع السوهاج سباقة لتنفيذ رؤى وسياسات القيادة السياسية والدولة. الهدف من هذا المؤتمر وأهميته في هذه التوقيت؟ هي خلينا نرجع شويه لورا. منذ ان قامت الدوله المصريه في ظل الجمهوريه الجديده باعلان الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه في نوفمبر 2021، قامت جامعه سوهاج بالتعاون مع محافظه سوهاج بوضع الاستراتيجيه السوهاجيه للتغيرات المناخيه، والتي اعلناها في اغسطس 2022. هذه الاستراتيجيه السوهاجيه هي كانت الاساس لاختيار جامعه سوهاج كاحدى الجامعات العشر التي ذهبت الى مدينه السلام على ارض الفيروز في كوب 27، وشاركت ممثلة وزارة التعليم العالي، واحدة من 10 جامعات تم اختيارها في ضوء إعلان الاستراتيجية السوهاجية للتغيرات المناخية. الاستراتيجية السوهاجية للتغيرات المناخية التي وضعت ارتكازا واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية قسمت إلى 3 عقود، العقد الأول منها 22-30، والعقد الثاني منها 31-40، والعقد الثالث والأخير 41-50. في كل من هذه العقود الثلاث قمنا بتحديد الوضع الراهن للتغيرات المناخية على أرض محافظة سوهاج، وتحديد الوضع المأمول لهذه التغيرات المناخية، وقمنا بتحديد الفجوة بين الواقع والمأمول، ولسد هذه الفجوة قمنا بوضع من الأنشطة وزعناها على العقود الثلاث. أحد هذه الأنشطة التي احتوتها الاستراتيجية السوهاجية للتغيرات المناخية هو الإعلان عن تنظيم أول مؤتمر بيئي لمحافظة سوهاج من خلال جامعة سوهاج. النهارده بنعلن عن يعني تنفيذ هذا النشاط الذي ورد في الاستراتيجية السوهاجية للتغيرات المناخية، المؤتمر البيئي الدولي الأول لجامعة سوهاج، الذي من خلاله تشارك 24 جامعة بمجموعة من البحوث وأوراق العمل التي وضعت لدراسة التغيرات المناخية على أرض محافظة سوهاج، كيف نتكيف معها وكيف نجابهها. هذا كان فلسفة تنفيذ المؤتمر البيئي الدولي الأول لجامعة سوهاج النهاردة، علشان نقول إن احنا الاستراتيجية السوهاجية للتغيرات المناخية لم توضع فقط ولم تعلن داخل مدينة السلام على أرض الفيروز باللغتين العربية والإنجليزية، والتي لاقت استحسانا كبيرا من معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في نوفمبر 2022، وكل من قاموا بزيارة مقر معرض جامعة سوهاج، كلها لاقوا جميعا استحسان الاستراتيجية. لم نضعها فقط حبرا على ورقا، ولكن وضعناها لننفذ ما فيها من مجموعة أنشطة، وهذا هو أكبر دليل على تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال المؤتمر الدولي البيئي الأول لجامعة سوهاج. Thank you.
الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأستاذ الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. معالي الدكتور برحب بحضرتك معنا في هنا. أهلا وسهلا بكم، دايما القناة تندم مشرفانا ونسعد بكم دايما إن شاء الله. شكرا. المؤتمر الدولي أو المؤتمر البيئة الدولي الأول لجامعة سوهاج، هذا العنوان عنوان يعني له مغزى ودلالة، الهدف من هذا المؤتمر معالي الدكتور؟ طبعا المؤتمر ده زي ما حضرتك ذكرت كده ده المؤتمر الدولي الأول للبيئة، وبدا بنظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة سوهاج. المؤتمر يأتي تحت رعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، معالي الوزير المحافظ طارق الفقي، وطبعا الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة. المؤتمر يتناول قضايا مهمة جدا. فكرة المؤتمر جاءت نتاج للمبادرات الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أطلقها فخامته في كثير من المناسبات والأحداث، مبادرات قيمة، مبادرات تستحق أن احنا نلقي عليها الضوء ونعمل لها عدد من المؤتمرات وليس مؤتمر واحد، كلها بتحث على الاهتمام بالبيئة، الاهتمام بقضايا المجتمع، محاولة إيجاد حلول للمشكلات الراهنة اللي موجودة داخل المجتمع المصري أو حتى على المجتمع العربي أو العالمي. الفكرة جاءت أيضا من نتاج مؤتمر قمة الأطراف، مؤتمر المناخ اللي كان في مصر، وكان مؤتمر ناجح جدا في نوفمبر 2022. وفكرة بتكلم عن المؤتمر كله بيتكلم عن الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة. بنحاول ان احنا نلقي الضوء على المبادرات الرئاسية وعلى المشاكل الموجودة داخل المجتمع وداخل البيئة. المؤتمر بيتضمن مجموعة من الأوراق العمل ومجموعة من الأوراق البحثية المتميزة، مشاركة لأكثر من 24 جامعة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى مصر، في جامعات عربية أكثر من 5 جامعات، في أكثر من 17 جامعة مصرية وعدد من الجامعات الخاصة وأيضا عدد من المعاهد المتميزة. المؤتمر يتضمن عدد مميز من أوراق العمل، عدد مميز من البحوث اللي هي كلها بتصب في فكرة المؤتمر اللي خاصة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية وتأثيرها المختلف. هنحاول نلقي على كل جوانب المجتمع، سواء كان الجانب التعليم، وبنتكلم عن أدوار جديدة للمعلم في ظل الكوارث والأزمات العالمية، سواء كانت زي أزمة كورونا أو التغيرات المناخية اللي بنعاني منها الآن. أيضا في جانب كبير من المؤتمر وشق مميز بتكلم عن الإعلام البيئي ودور الإعلام في الوعي بقضايا البيئة وحل مشكلات، تقديم حلول جوهرية لمشكلات البيئة. الأستاذ الدكتور صباح صابر مقرر عام المؤتمر، بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا وبرحب بكم وبنقولكم أهلا وسهلا في المؤتمر الأول، المؤتمر البيئة الدولي الأول لجامعة سوهاج، وإحنا النهاردة بنحتفل بمولد المؤتمر الأول لجامعة سوهاج، أو ده يعني بيخدم المجتمع طبعا، المحاور بتاعته بتكون بتصب في المجتمع في نحو الاستدامة والجمهورية الجديدة، وإن شاء الله يعني عنوان المؤتمر يعني زي ما حضرتك شايف الجامعات وتحديات الاستدامة والتغيرات المناخية في ظل الجمهورية الجديدة. يعني فاحنا لي عدة محاور ويعني مشارك فيه تقريبا حوالي 200 باحث. دائما المؤتمرات يا دكتورة بتكون في القاعات والمدرجات، احنا عايزين نوصل ازاي للبيئة في الخارج؟ يعني احنا بنقول لازم نحافظ على البيئة، نكافح التغيرات المناخية، طيب الكلام ده داخل المدرج في المؤتمر، ايه آلياتكم عشان توصلوا بها على ارض الواقع بالفعل في التنفيذ؟ احنا من خلال المحاور، من خلال اوراق العمل المقدمة طبعا
هيكون في توصيات، التوصيات دي هترفع للمعنيين سواء لرئيس الجامعة أو الجهات المعنية أو يعني المحافظ رئيس الجمهورية لكل تواصلوا مع مؤسسات الدولة لتنفيذ المطلوب يعني. فإن شاء الله يعني هيكون مؤتمر ناجح طبعا بقيادة تحت رعاية رئيس الجامعة وتحت رعاية وزير التعليم العالي ووزيرة البيئة. فاحنا دايما يعني بيكون جامعة سوهاج بيكون لها السبق في تقديم الجديد وخدمة المجتمع والتواصل مع المجتمع الخارجي في كل الاتجاهات بإذن الله يعني. إن شاء الله. محمد توفيق رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر البيئة الدولي الأول بجامعة سوهاج. دكتور محمد بنرحب بحضرتك. أهلا بكم وأهلا بكم في رحاب جامعة سوهاج وفي طبعا رحاب مؤتمر الأول للبيئة. تمام. رئيس اللجنة العلمية يعني إيه رئيس اللجنة العلمية وإيه الأهداف والنتائج المرجوة إن شاء الله من خلال مشاركة حضرتك لهذا المؤتمر؟ رئيس اللجنة العلمية معناها أن أي أوراق بحثية أي طبعا مشاركة في المؤتمر تعرض عليه بشكل أولي لمعرفة ما إذا كانت هذه الأوراق البحثية أو المشاركات تتفق ومحاور المؤتمر وأهدافه، فإذا ما كانت تتفق تقبل وإذا كانت طبعا غير متفقة يتم إعادتها طبعا لصاحب الورقة عسى يعني أن يقوم بتعديل لتتوافق مع أهداف ومحاور المؤتمر. تمام. كل الرسائل أو الأبحاث العلمية تتفق مع المؤتمر؟ طبعا، لأن موضوع البيئة بشكل عام موضوع يعني عام يعني يغطي كل جوانب المجتمع، لأن البيئة أشمل يعني موضوع حتى الآن يغطي الجوانب الاجتماعية، الجوانب الاقتصادية، الجوانب المتعلقة بالبيئة بشكل يعني أكثر تحديدا. ولأن طبعا موضوع المؤتمر يغطي قضيتين هما طبعا قضية الاستدامة وقضية التغيرات المناخية، هذه القضايا أصبحت الآن قضايا عالمية، ولذلك الموضوعات كلها حاليا يعني كل طبعا الأبحاث وكل الباحثين يتجهون بشكل مباشر أو غير مباشر لتناول قضايا تتعلق بقضية محمد. إحنا بصراحة إحنا في محراب علمي وثقافي جامعة سوهاج، الأبحاث دي بتناقش وتراجع وتدرس داخل القاعات. نعم. وأروقة الجامعة. نعم. الأبحاث دي قابلة للتطبيق على أرض الواقع في إقليمنا في إقليم جنوب الصعيد؟ نعم، لم يعد البحث العلمي داخل القاعات. نعم. أنا له الأوان أن يخرج إلى طبعا التنفيذ وحيز التنفيذ وخدمة المجتمع، لا سيما أن الموضوع أو المؤتمر مؤتمر متعلق بقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. فكيف له أن يكون داخل القاعات وإلا لم يحقق المؤتمر هدف؟ يعني إحنا مش هنعمل توصيات ونتائج وناخدها وخلاص كده، لا احنا انتهى يعني عصر البحث العلمي من اجل العلم او العلم من اجل العلم. لابد ان يكون العلم له جانبه الخدمي والجانب المجتمعي، وهو طبعا محور هام واتجاه معروف في الجامعات منذ طبعا انشاء هذا القطاع الحيوي، بعد ان كان قطاعين فقط، قطاع شؤون التعليم والطلاب وقطاع الدراسه العليا، بعد اضافه قطاع شؤون خدمه المجتمع. لم يعد العلم من اجل طبعا القاعات او من اجل طبعا إعداد رسائل أو إعداد أبحاث ليتحدث العلماء كل منهم، لكن على العلماء أن يتحول طبعا كل ما يتعلق بأفكارهم إلى إجراءات وإلى طبعا جوانب خدمية تخدم المجتمع المحيط. We'll be right back.
دكتور أحمد كامل أستاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة، بنرحب بحضرتك معنا الأول في أرض سوهاج، ثانيا في على قناة طيبة. أهلا وسهلا فندم. دكتور، يعني التعاون والتبادل الثقافي والعلمي بين الجامعات المصرية في موضوع مهم زي موضوع البيئة، الورقة البحثية اللي أتيت حضرتك بها من القاهرة لجامعة سوهاج فيما يتعلق في المؤتمر البيئة الدولي الأول لجامعة سوهاج؟ شكرا. والله فكرة المؤتمر انبثقت من قطاع حماية البيئة وخدمة المجتمع في جامعة سوهاج، والمؤتمر فكرته جميلة عشان تعزيز دور الجامعات في تفعيل مخرجات مؤتمر قمة شرم الشيخ اللي انعقد العام الماضي في مصر. المؤتمر بيدور حول تعزيز فكرة ريادة الأعمال بين الشباب والخريجين للخروج من عباءة البحث عن وظيفة حكومية، فبدلا من ذلك عايزين ندربهم على ريادة الأعمال بحيث يشق طريقه بنفسه ويبقى للجامعة دور كبير في ذلك. يمكن أنا جامعة سوهاج لإلقاء المحاضرة الرئيسية في المؤتمر، وستدور حول ريادة الأعمال الخضراء والتنمية وكيف يتم تفعيلها وإيه دور الجامعة بالذات في محافظات الصعيد في المرحلة القادمة القادمة إن شاء الله. هتدور المحاضرة حول ما هي ريادة الأعمال الخضراء ودورها إيه في التنمية، وإيه اللي هتقوم به الجامعات في تدريب الخريجين حديث التخرج سواء الطلبة على ويكسبهم بعض المهارات اللي ممكن تؤهلهم ان هو فعلا يبدأ مشروعه بنفسه تحقيقا للمبادرات الوطنية اللي ظهرت في الفترة الأخيرة. بالنسبة للمتغيرات المناخية دكتور، ازاي نقدر نحافظ على المناخ وعلى محاربة كل ما هو يضر بالمناخ؟ ما ده هو مفهوم ريادة الأعمال الخضراء. ريادة الأعمال الخضراء يعني هأعمل أعمال في أي مجال سواء صناعي أو زراعي أو إلى آخره بحيث ما ينتجش عنه ضرر للبيئة بتقليل الانبعاثات، لأن الأعمال فيما بعد يعني بحلول عام 2050 هتكون كل الدول تقريبا بتطبق مفهوم ريادة الأعمال الخضراء للحفاظ على البيئة. الدكتور أحمد حسنين رئيس جمعية تحسين البيئة بمحافظة سوهاج، بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بكم في سوهاج ومنورين دايما، وأهلا بكم دايما في سوهاج. شكرا دكتور. عنوان المؤتمر مؤتمر البيئة الدولي الأول يتماشى مع جمعية تحسين البيئة بسوهاج، تمام؟ نعم. طيب إلى أي مدى الجمعية وهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات يعود بالنفع في خدمة البيئة وتحسينها هنا داخل محافظة سوهاج؟ نعم، أولا جمعية حماية البيئة هي جمعية مشهرة عن محافظة سوهاج، وإن كان مقرها كلية العلوم، فهي مقر الجمعية أصلا في الجامعة. جمعية حماية البيئة بكلية العلوم أو بجامعة سوهاج مشهرة عن محافظة سوهاج من سنة 1985، وبالتالي هي تعتبر من أقدم الجمعيات العاملة في مجال البيئة على مستوى الجمهورية. العلاقة بين الجامعة والبيئة وجمعية حماية البيئة علاقة وثيقة جدا، واحنا بنشارك مع الجامعة في مشروعات عديدة لخدمة المجتمع والتنمية وخلافه. على سبيل المثال احنا نتبنى زي ما عارف حضرتك الجامعة كم صعود بنقوم حوالي فريقين زراعة ليمون، احنا دايما نزرع اشجار مثمرة داخل الجامعة، زارعين حوالي فدان باشجار التوت، وزارعين لغاية دلوقتي لو شفت حضرتك النخيل البارح ده بيخدم البيئة برضه، ده بيخدم البيئة، لان البيئة في النهاية
وده نصيحة أقولها لكل واحد، الفائدة للبيئة تعود على العالم كله وليس على سوهاج وعلى جمهورية مصر العربية. وبالتالي من يزرع شجرة خضراء وهو يبتغي بها وجه الله، وهذا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هذا بينفع نفسه وينفع مجتمعه وينفع البيئة. ليست البيئة على المستوى المحلي، إنما البيئة على المستوى الجامعي. كما إن الجمعية تشارك مع الجامعة في عملية التثقيف والتوعية البيئية، لأن الأعضاء أعضاء الجمعية كلهم من المتميزين في خدمة المجتمع. مؤتمر النهاردة، ووجهة نظر حضرتك لمثل هذه المؤتمرات؟ هذه المؤتمرات منبثقة، المؤتمر الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ للعالم كله، وهذا كان واجب على الجامعات كلها وبالكوادر البيئية الموجودة فيها، زي كادر جمعية تنمية وحماية البيئة، أن تستمر في هذه الفعاليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، زي ما احنا عارفين أن بذاته أحد محاور هذا المؤتمر وتركز عليه بشكل كبير، اللي هو التنمية المستدامة. لأن التنمية المستدامة أحد بنودها أن احنا لا نسر في استخدام مواردنا الحالية، وإنما نستبقي منها بقدر المستطاع للأجيال القادمة، وبالتالي فإن الجمعية تتعامل مع الجامعة في مضمار التنمية المستدامة بشكل كبير. سحر محمد وهبي، أستاذ الإعلام المتفرغ بكلية الآداب بجامعة سوهاج، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج. دكتورة، بنرحب بحضرتك معنا. يا أهلا بيكم، أهلا بيكم، نورين الجامعة والله. يا دكتورة، مؤتمر كبير ومهم اللي هو المؤتمر البيئة الدولي الأول اللي بتنظمه جامعة سوهاج النهاردة، لو حضرتك تلقينا على هذا المؤتمر والأهداف المرجوة منه إن شاء الله، والورقة البحثية اللي حضرتك هتشارك فيها في فعاليات المؤتمر. والله زي ما حضرتك عارف الموضوع البيئة مطروح من كام سنة، النهاردة في ظل طبعا التصحر والاحتباس الحراري وحاجات كتير، ويمكن كان لسه قريب قوي في مؤتمر في شرم الشيخ، وبعد كام شهر هيبقى في ان شاء الله في الامارات، ففي اهتمام عالمي بموضوع البيئة. كون جامعة سوهاج الحقيقة تهتم بالموضوع ده وتعمل له مؤتمر ده يدل على وقطاع خدمة البيئة والمجتمع، ان احنا عندنا حاجة في الجامعة اسمها خدمة البيئة والمجتمع، يعني فده من أساسيات شغل الجامعة يعني. والحقيقة أنا تقدمت بورقة على أساس أن الإعلام دور في البيئة، لدرجة إحنا عندنا مادة تسمى الإعلام البيئي. فمن منطلق ده أنا جيت يعني أدلو بدلوي في هذا المؤتمر على الدور الذي يلعبه الإعلام في تسليط الضوء على البيئة وضرورة الاهتمام بالبيئة وحماية البيئة. والحقيقة يمكن وأنا بفر في المكتبة عشان أعد، لقيت سبحان الله الدكتور منير عليه رحمة الله سابق عصره كان عامل كتاب هو يمكن معايا، التلوث وحماية البيئة من منظور إسلامي، ابتدى استعنت بيه اللي هو جايب من الآيات ما تحض على الاهتمام بالبيئة، سواء كانت البيئة أرض أو مية أو جو أو مناخ وعلاقة الإنسان بها. فإن شاء الله نقدم ورقة بحثية تفيد يعني في هذا الموضوع. البيئة فيها مشاكل مؤثرة يا دكتورة ولا نقدر نتغلب عليها؟ هو كل شيء ممكن، بس يعني احنا الركيزة احنا كنا السنين اللي فاتت كلنا اشتغلنا على وعي. احنا عايزين المواطن نحسسه بالمسؤوليه الاجتماعيه، انه هو شريك، يعني البيئه مش تشريعات وحكومات، لا، البيئه لازم المواطن ليه دخل فيها، يعني لازم يلعب دور اساسي فيها. الدوله بتحط تشريعات بتحط قوانين، ولكن لو كل واحد فينا راعي ضميره، لو كل واحد فينا يعني ما قطعش شجر، ما رماش قمامه، حافظنا على البيئه اللي احنا بنعيش فيها، اكيد يعني المسؤوليه مسؤوليه مجتمعيه. فان شاء الله دورك طبعا الإعلام مهم جدا في الوعي ده.
شكرا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة. وهنا سهيل.